العاشرة ليلا هنا من الحياة، فمهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة الفلاحة تؤكد تعليق ممارسة الصيد البري يوم الأحد بسبب الانتخابات. تونس تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمل مسؤوليته لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني. لدى زيارتها غير المعلنة لسجن برج الرومي، وزيرة العدل تأذن بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لإجراءات ومدد الإيقاف التحفظية. وزير الصحة النيجيري يزور عددا من المستشفيات والمنشآت الصحية ومخابر صناعة الأدوية التونسية. والمونستير تفكيك شبكة تحايل تقوم بإهام الضحايا بتمكينهم من عقود عمل بالخارج وحجز مبالغ مالية وبندقية صيد وأختام لشركات غير موجودة. إلى تفاصيل النشرة، وبمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس من 25 إلى 28 من جانفي الجاري، أدى وزير الصحة لدولة النيجر والوفد المرافق له عدة زيارات إلى عدد من المستشفيات الجامعية والمنشآت الصحية وبعض المخابر الخاصة بصناعة الأدوية للاطلاع على التجربة التونسية، خاصة في مجالات زرع الأعضاء وتصنيع الأدوية. وشملت هذه الزيارات مستشفى شارنيكول بالعاصمة، أين انعقدت جلسة عمل مع الطاقم الإداري والطبي للمستشفى في إطار تطوير الاتفاقيات المشتركة بين دولتي تونس والنيجر لاستقبال المرضى من النيجر الذين يحتاجون لعمليات زرع كلى. كما قام الوزير الضيف والوفد المرافق له بزيارة معهد صالح عزيز للاطلاع على التكنولوجيات المتطورة في مجال التصوير الطبي لأمراض السرطانية. وبالمستشفى الجامعي الرابطة اطلع وزير الصحة لدولة النيجر على القسم الجديد لجراحة القلب والشرايين المجهز بأحدث التقنيات قاعة القسطرة بقسم طب القلب للأطفال إلى جانب قسم التصوير الطبي معينا بالمناسبة منظومة الرقمنة وخدمات الطب عن بعد التي يؤمنه هذا القسم، كما تعرف على المنظومة المعلوماتية للتصرف وإدارة المستشفيات. وفي سياقنا آخر، تمكن مركز جمال الجنوبية من تفكيك شبكة تحايل تتكون من 7 أشخاص أعمارهم بين 30 و 50 سنة تقوم بإهام الضحايا من أجل تمكينهم من عقود عمل بالخارج، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنسير مورد بن صالح لمراسل حياة فهم بالجهة. وأوضح بن صالح أنه تم إيقاف 4 أشخاص وأدراج 3 آخرين بالتفتيش، أحدهما محل أكثر من 20 منشورة تفتيش ويقيمون بفرنسا، مشيرا لأنه خلال عملية المداهمة تم القبض على الأشخاص المتورطين في القضية، وتم حجز مبلغ مالي قدره 3500 دينار وبندقية صيد عيار 9 مليمتر وحجز دفتر سكوك وكمبيالات واختام لشركات غير موجودة. وأضاف المصدر ذاته بأن عملية الكشف عن الشبكة انطلقت عندما قدم أخوين أصيلي جمال من ولاية المنستير بشكاية في التحيل إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبل شخص وهو كاتب عمومي قام بإهامهما بقدرته على تمكينهما من عقد عمل بالخارج مقابل 20,000 دينار، لافتا إلى أن الشقيقين قام بدفع مبلغ مالي بلغت قيمته الجملية 14,500 دينار. وعند مطالبتهما بتسريع تمكينهما من عقدهما انطلقت عملية المماطلة ليكتشف أنهما تعرضا إلى عملية تحيل. بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ 24 من جانفي الجاري حوالي 172.2 مليون متر مكعب مسجلة، بذلك تراجع هام بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل الفترة 825.8 مليون متر مكعب، والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 22 و 2000 781.6 مليون متر مكعب. أدت بعد ظهر اليوم الجمعة وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى السجن المدني ببرج العامري، أين عاينت ظروف الإيداع المساجين بالغرف والأجنحة والوضعية العامة للسجن المذكور من حيث جودة الخدمات المتعلقة بالإعاشة وجودة الوجبات المقدمة وتوفر المواد الاستهلاكية الضرورية، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المتعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم. وفي ذات السياق، تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وعوان السجن المدني ببرج العامري وأصغت إلى أبرز مشاغلهم وأثنت على جهودهم داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجنية، مؤكدة حرص الوزارة وعملها المتواصل لتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان. وشدد في ذات السياق على ضرورة إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات
والحادي من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابيا على عدد المدعين بالمؤسسات السجنية. وأذن الوزير أيضا بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لإجراءات ومدد الإيقاف التحفظية بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي. تم اليوم الجمعة بمقر الديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية لتطوير مجالات التعاون الثقافي والرياضي وتبادل الخبرات بين البريد التونسي وبريد بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد رفيع المستوى من بريد بوركينا فاسو إلى بلادنا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 من جانفي الجاري. وقد تولى سامي المكي رئيس المدير العام للبريد التونسي وإبراهيم سابا المدير العام لبريد بوركينا فاسو الإمضاء على هذه الاتفاقية، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه في إطار تنظيم الانتخابات وحرصا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين هذه المحطة الانتخابية وضمان حسن سير فعاليتها، تقرر تعليق ممارسة الصيد البري في كامل المناطق الغابية المرخص فيها، وذلك يوم الأحد 29 من جانفي 23 و2000. ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار. أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ لها أنه على أثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين وأخيرها اقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، تجدد تونس التأكيد على أنه بقدر تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي وتضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، بقدر ما تدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الفلاحة تؤكد تعليق ممارسة الصيد البري يوم الأحد بسبب الانتخابات. تونس تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمل مسؤولياته لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني. لدى زيارتها غير المعلنة لسجن برج العامر، وزيرة العدل تأذن بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لإجراءات ومدد الإيقاف التحفظية. ووزير الصحة النيجيري يزور عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ومخابر صناعة الأدوية التونسية. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.